دعونا نتعرف أكثر على فريق كشافة القدس. معنا الآن على الهاتف الأستاذ بشار زغموط قائد كشافة القدس في تركيا. تحياتي لك أخي بشار. تحياتي لكم والله صباحكم جميعا. حياكم الله سيدي الكريم، يا هلا ومرحبا أخي بشار. أخي بشار، يعني عندما نتكلم عن كشافة القدس فارتباط اسم الكشافة بالقدس الشريف يعني يضفي قيمة ويضفي معنى حقيقة جميل، يستطيع شخص أن يتخيل من خلاله طبيعة الأنشطة وطبيعة المحتوى وما يراد للفتيان المنضمين لهذا الفريق أن يكبروا وينتهجوا نهجه. لكن ابتداء، متى نشأت كشافة القدس؟ وهل هي امتداد لشيء خارج تركيا أصلا؟ الله يسعد صباحكم طبعا أستاذ بلال وجميع السادة المشاهدين. طبعا كشافة القدس يعني كما يقال لكل اسم هوية ولكل مؤسسة هوية. طبعا من البداية منذ أن تأسست كشافة القدس ارتأينا أن تكون هوية هذه الكشافة وهذه المجموعة يعني هوية مقدسية خالصة بامتياز، مع أنها طبعا هي مجموعة عربية وليست فلسطينية بحتة. فيها مشتركين من كل أبناء الجاليات العربية المقيمة في إسطنبول وبفروعها المختلفة. طبعا كشافة القدس بفضل الله تعالى توسعت في العام الماضي إلى يعني المزيد من المجموعات. ابتدأت بمجموعة واحدة عام 2016 يعني من 4 سنوات تقريبا، والآن الحمد لله رب العالمين يعني توسعت لست مجموعات كشفية ما شاء الله. في مدينة الريحانية وفي أنقرة وفي كربوك، وثلاث مجموعات هنا في إسطنبول، واحدة في السنيور واثنتين في بشكشهير، واحدة للذكور وواحدة للمرشدات الإناث. جميل جدا. يعني نحن عندما نتكلم عن هذه الأعداد وهذه الفرق وتنوع في الولايات التركية يعني يعكس حقيقة يعني طبيعة الإقبال على هذا الفريق الكشفي. طيب دعنا نتكلم أستاذ بشار، ماذا تفعلون؟ ما هي أنشطتكم سواء في كرابوك، سواء كان للسيدات الإناث، أو هنا في بشكشهير وأسنيوت؟ ما هي الأشياء التي تقدمونها في كشافة القدس؟ طبعا البرامج الكشفية يعني المعروفة عموما في يعني في العرف الكشفي أو في المنهج الكشفي هي برامج متنوعة وتتعدى إلى 10 مجالات. في المجال الديني والوطني والكشفي والصحي والعلمي والبيئي وغير ذلك من المجالات. بالتأكيد طبعا هدف الحركة الكشفية أو هدف المجموعات الكشفية هو النهوض بالأشبال وبالفتيان وبأبناء المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين مصلحين، يكونوا مخلصين لله عز وجل، يكونوا مخلصين لوطنهم، يكونوا مميزين يعني بالمعارف والخبرات والمهارات التي تميزهم عن غيرهم من أبناء المجتمع. وصراحة هناك يعني تفاوت بالأداء بين هذه المجموعات لتفاوت أو لاختلاف الفئة المستهدفة. يعني كما تعلم الذكور غير الإناث، فبرامج الذكور والإناث عموما متوافقة في المبدأ يعني كالمخيمات والرحلات والمسيرات، لكن تختلف بالتفاصيل. يعني مثلا في الذكور نسعى إلى تقوية بدن الأفراد، نسعى إلى تقوية شوكة الأفراد، نسعى إلى تعزيز ثقة الأفراد بأنفسهم من خلال يعني بعض الأنشطة التي قد تكون صعبة إلى حد ما، كالمسير الطويل، كالمبيت خارج المنزل لأيام، كمخيم نهاية الأسبوع، كالمبيت في الغابات التي ربما تستكشف لأول مرة. أما في الإناث فأيضا هناك يعني نسعى أيضا لتحقيق مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها أيضا تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن، وكذلك اكتسابهن مجموعة من المهارات والخبرات الحياتية المختلفة التي تعينهم على يعني هذه الحياة. وطبعا لا ننسى أن هذه المجموعة تعمل في تركيا وبالتالي تتأثر بالواقع في تركيا والعلاقات في تركيا ونمط الحياة الموجودين فيه، وأفرادها أيضا يتأثرون بشكل كبير جدا، خاصة موضوع اللغة العربية واللغة التركية، موضوع العادات والتقاليد، إلى كثير من القضايا. ونحن نسعى باستمرار لمعالجة يعني هذه التطورات التي قد تكون مختلفة عن أفرادنا من خلال مجموعة من البرامج. طيب أستاذ بشار، دعني هنا أسألك سؤال مهم. ذكرت أنه فيما يتعلق أنت بالفتيان يكون هناك مسير، يكون هناك مخيمات ربما في نهاية الأسبوع، ربما حتى أكثر في الصيف. الآن مع وجود كورونا حقيقة، هل سيتم تحجيم العمل الكشفي ليس فقط في كشافة القدس وإنما بشكل عام؟ وأنتم في كشافة القدس ماذا تنون أن تفعلوا تعوضوا هذا الأمر؟ نعم،
سؤال جميل حقيقة أستاذ بلال، يعني ويعكس فعلا واقع يتأثر به الجميع حاليا من الشركات والمؤسسات وحتى الحكومات والدول. نحن سعينا منذ اللحظة الأولى، يعني منذ تفشي وباء وانتشار وباء وفيروس كورونا، لاتخاذ مجموعة من التدابير. أول وعلى رأس هذه التدابير كان حماية أفرادنا من لا قدر الله أي إصابة بهذا الداء أو هذا الفيروس، وحماية أهاليهم ومن حولهم. فتم إيقاف الأنشطة بشكل قطعي وكامل منذ يعني إيقاف المدارس هنا في تركيا، حتى أن أؤمن الجانب الصحي بداية. وحقيقة قمنا وكان على رأس أولوياتنا طبعا مجموعة من الأنشطة الميدانية في هذه الفترة، ولكن وبسبب هذا الوباء وتعطل الأعمال وتوقف المجموعة الميدانية كليا، قمنا بيعني برمجة مجموعة من البرامج الأخرى. ولا أخفيك هنا أستاذ بلال والسادة المشاهدين، اعتقدنا للوهلة الأولى بأنه يعني هذا التوقف يعني يؤثر سلبيا على أداء المجموعة، طيب. ولكن بفضل الله عز وجل يعني بحكمة القادة الموجودين استطاعنا تنفيذ مجموعة من الأنشطة، منها المخيمات الكشفية الإلكترونية. طبعا هي ليست بالتأكيد يعني المخيمات الميدانية، ولكن تؤدي غرض إلى حد ما. أيضا استطعنا تنفيذ المسابقات الثقافية والمسابقات الدينية، ولدينا الآن مسابقة رمضان يعني انتهت منذ أيام، ونعمل الآن على تصحيح الإجابات ويعني تكريم الفائزين إن شاء الله. أيضا عملنا على ترسيخ وتثبيت دور الكشاف في المنزل من خلال جملة من التكاليف التي نطلبها من الأفراد الكشفين أدائها في المنزل، كمساعدة الوالدين، كتعلم مهارات جديدة مثلا كالعجن وكصناعة الخيمة و ترتيب الفراش وصلة الأرحام وغير ذلك. وأيضا بدأنا مشروع يعني التوأمة والصداقة ما بين الكشافين عبر برامج التفاعل الافتراضية كالزوم وغيره، من خلال تعريف الكشافين عندنا مع أفراد كشفيين في مجموعات أخرى، حلو. ودمجهم سويا وتعريفهم على بعض. وهناك أيضا برامج أخرى إن شاء الله، يعني ونسأل الله عز وجل طبعا أن تزول هذه الغمة قريبا، آمين. ونعود إلى نشاطنا الميداني المعتاد. طيب أستاذي الكريم، أيضا كون ذكرت أيضا في معرض حديثك بأنه هناك محاولة للتأقلم مع العادات التركية الموجودة أثناء عملكم الكشفي، يا ترى هل لكم تواصلات أيضا مع فرق كشفية تركية، محاولة أن يكون هناك نشاطات مشتركة أيضا؟ نعم بالتأكيد طبعا، يعني نؤكد هنا أن كشافة القدس في تركيا هي صحيح كشافة عربية، ولكن هي تتبع إداريا ويعني فنيا للفيدرالية الكشفية التركية، وهي الجهة الكشفية الرسمية في هذه البلاد. والعلاقة مع الفيدرالية علاقة طيبة جدا، وهي علاقة يعني حب واحترام متبادل. جميل جدا. ونسعى منذ وسعينا منذ بداية تأسيس الكشافة إلى ترسيخ مبدأ العمل المشترك معهم. فهناك سنويا عندنا 3 مخيمات على الأقل، أو 4 مخيمات حتى على الأقل، مع الكشافة التركية. عندنا مخيم بولو الشتوي في شهر يعني فبراير، وعندنا مخيم تشنكلي السنوي أيضا في شهر نيسان، وعندنا مخيم العمرانية السنوي أيضا في شهر أغسطس، وعندنا مخيم أرزرون للقادة سنويا في شهر في نهاية السنة يعني في شهر ديسمبر. ما شاء الله. وهناك أيضا مجموعة من الأنشطة المشتركة التي ننفذها معهم، وخاصة حقيقة ونعمل على هذا المشروع بشكل كبير جدا، تعريف الكشافة التركية بقضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي نفذناها لهم من دورات المعارف المقدسية ومحطات المعارف المقدسية، حتى ننقل يعني هم القدس واسم القدس الكشافة التركية، وهي بأعداد كبيرة لا يستهان بها طبعا. طيب أستاذ بشار، يعني الآن نحن مقدمين على الصيف، وعادة معظم يعني فرق الكشفية بيكون إلى نشاطات رائعة وجميلة في الصيف وجهد مشكور ومقدر، هل سيكون لكم برنامج صيفي في ضمن أزمة كورونا؟ هل ستستمرون كما استمرتوا عليه برنامج من خلال بيوت ومن خلال التخييم الإلكتروني، أم أن هناك بعض المخططات بحسب طبيعة عودة الحياة إلى طبيعتها بالشكل التدريجي هنا في تركيا؟ نعم سؤال جميل حقيقة. يعني كما تشاهدون مشاهد السادة المشاهدون حاليا في هذه الفترة، يعني بدأت تبعات أزمة كورونا تنجلي شيئا فشيئا، وحتى الإجراءات الحكومية بدأت يعني بشيء من التسهيل، وربما خاصة بعد العيد من عودة الصلاة إلى المساجد، من عودة الأسواق، من عودة يعني بعض الأنشطة التجارية وغيرها. وبالتالي الحركة الكشفية أيضا يعني إن شاء الله ستتخذ قرار بالعودة تدريجيا إلى العمل الميداني،
طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار يعني التوجيهات والارشادات الصحيه والطبيه، من قضيه ارتداء الكمامات، من قضيه التعقيم، من قضيه الفحص المستمر، من قضيه المسافه الاجتماعيه والتباعد الاجتماعي بين الافراد. وحقيقه يعني ان شاء الله نفكر بمجموعه من الانشطه الصيفيه لهذا العام التي تراعي كل هذه الشروط، وبنفس الوقت تسمح لنا بالعمل الميداني ان كان على مستوى المجموعه من مخيمات او حتى لقاءات او دورات تدريبيه او على مستوى الدور. ايضا من احد اهم الادوار الاساسيه للكشافه هو خدمه وتنميه المجتمع، ايضا سيكون لنا ان شاء الله دور ريادي مجتمعي بخدمه وتنميه المجتمع، مع الاخذ بعين الاعتبار طبعا الارشادات، ارشادات الصحه والسلامه ان شاء الله. وسيكون ان شاء الله نبشر يعني الساده المشاهدين ومنتسبي كشافه القدس بانه سيكون ان شاء الله في هذا الصيف مخيمات، وسيكون رحلات، وسيكون برامج ميدانيه ودورات تدريبيه باذن الله تعالى. طيب السؤال الاخير استسقيه من عبارتك الاخيره، هل يمكن الانتساب لكشافه القدس لمن يسمعنا الان جديدا؟ طبعا بكل تاكيد كشافه القدس والكشافه عموما هي حركه تربويه تطوعيه غير سياسيه، هي مفتوحه للجميع دون التمييز في العرق او في الجنس او في اللون او في الجنسيه او في الانتماء. فكشاف القدس نرحب بالانتساب والاشتراك على مستوى مجموعاتنا الست العاملة هنا في تركيا. هنا عندنا مجموعة الأقصى في سنيورت، ومجموعة القدس في بشكشهير، ومرشدات القدس في بشكشهير وغيرها. فنرحب يعني بمجرد الاتصال مع المجموعة، التواصل عبر صفحة الفيسبوك أو الإيميل أو الهاتف، ويعني تقديم البيانات، وإن شاء الله نرحب باشتراك وانتساب الجميع. وحتى أيضا ننوه إلى أن باب الانتساب والتطوع للقادة أيضا مفتوح. جميل يعني جدا. من يجد بنفسه من الإخوة المشاهدين الكفاءة في العمل الكشفي والقدرة على تقديم العون الكشفي لمجموعة القدس لكشاف القدس، أيضا نرحب به ويخضع يعني لمجموعة من الدورات والتدريب ويكون عضوا أصيلا من كشافة القدس إن شاء الله. كل التوفيق والسداد لكم أستاذ بشار زغموط قائد كشافة القدس في تركيا، شكرا جزيلا لك، حياك الله سيدي الكريم. بارك الله فيك. حياكم الله.